السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من سهر من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا المؤتمر، وأشكر مركز عبد الرحمن سدي الثقافي لما بذله من جهد في مقابل إرضاء الجميع وتحمله جهدا كبيرا لكي نصل في ظروف جيدة. فسوف أتلو عليكم أو سوف أقدم مداخلة بعنوان المغرب وعلاقته الماء وعفوا وعلاقته بالإنسان من خلال فنون الصخرية بالمغرب القديم. طرأ تعديل طفيف في العنوان. إذن أحيطكم علما بأن هذه المداخلة شارك فيها 5 أساتذة بالإضافة إلى عبد ربه عبد الهادي فاق من جامعة شعيب الدكالي مدينة الجديدة، والأستاذ عبد الخالق المجيدي من المعهد الوطني لعلوم الأثار والتراث بالرباط، ثم الأستاذ حسن أوراغ من جامعة محمد الأول كلية العلوم بمدينة وجدة، ثم دكتورة نعيمة المكي من المعهد الوطني لعلوم الأثار والتراث بالرباط. إذن سوف نبدأ بالفن الصخري المغاربي، يعني في سياقه المغاربي. بالمغرب الكبير توجد مجموعة من المواقع، يعني بالدول الخمسة أو الأربعة التي تمثل شمال إفريقيا أو الخمسة عفوا، من بينها المغرب، والتركز الأكبر يعني بالإضافة إلى الجزائر طبعا بوسط الصحراء الجزائرية، يوجد المغرب في الرتبة الثانية. موزعة طبعا الفنون الصخرية بين ما هي مواقع للنقوش وما هي مواقع للصباغات الصخرية التي توجد عادة في المآوي والكهوف. بالنسبة للفن الصخري المغربي، هذه خريطة تبين الشواهد الأثرية التي تعود للفترة ما قبل التاريخ، يعني الفترة التي ظهرت فيها النقوش الصخرية والصباغات الصخرية بالمغرب، ثم أيضا مواقع لتمركزات لأدوات حجرية لبيس نيوليتيك، ثم المدافن وجثوات ما قبل الإسلام، يعني المآتم أو المآثر المأتمية المعروفة بالتميلوز. إذن كما تلاحظون تقريبا التراب المغربي كله يعني تتركز في هذه المواقع. بدأ البحث في تاريخيا في هذه المواقع منذ أواسط القرن العشرين، يعني أثناء الفترة الاستعمارية لما كان المغرب خاضعا للاستعمار الفرنسي، بدأت بوادر البحث وتحريات للعطور والدراسة أو الدراسة المتعلقة بأثار الفنون الصخرية. ثالثها مجموعة من التحريات والبرامج المنتظمة إلى الفترة الحالية. طبعا حاليا المغاربة وإن على قلتهم يعني باحثون معدودون على الأصابع الذين يتعاطون لهذا التخصص بالتحديد. تتميز بيئة مواقع الفن الصخري المغربي بالعمودية والتدرج أيضا، فهناك مواقع توجد بالمجال الصحراوي أي بجنوب المغرب، ثم هناك مواقع توجد في الأطلس، يسمى في المغرب بالأطلس يعني المرتفعات الجبلية، ثم مواقع في المناطق الشبه الصحراوية، يعني المناطق المجال المغربي الذي ما زال يحتفظ بنوع من برطوبة نسبية. وهذا يعني هذه خريطة توضح لنا بشكل جلي المختلف أو تنوع المجالات التي تعمرها هذه المواقع، من 1 إلى 4 مواقع المجال الصحراوي، من 5 إلى 10 مواقع المجال شبه الصحراوي، ثم رقم 11 مواقع المجال الجبلي الذي طبعا يتميز بحدة التضاريس ووعورتها. بالنسبة للمواضيع المنقوشة حسب ظروف التمركز، يعني حسب كل منطقة أو مجال تضاريسي على حدة. بالنسبة للمرتفعات الجبلية، هناك تنوع كبير فيما يتعلق بالنقوش الصخرية. هناك فرسان ليبيا أمازيغية، وهناك أيضا مواضيع آدمية دي ستيل أنتروبومورفيك، يعني أشكال آدمية، ثم أيضا نموذج لبعض الفرسان المسلحين
في مواجهة لبعض المشات كما ترون هنا أحد المشات وفارس، ثم بعض الأسلحة الدائرية التي يختلف تأويلها من باحث إلى باحث آخر. فهناك من يقول بأنها أسلحة يعني أدرع دائرية، وهناك من يقول بأنها دلالات تبين لنا يعني عبادة المجموعات البشرية التي كانت تسكن المناطق الجبلية آنذاك للشمس. ثم الحيوانات، وإضافة إلى بعض الأسلحة المعدنية كالخناجر وهلم جر. ثم بعض الصور أخرى التي توضح هذا التنوع في المواضيع المنقوشة، أشكال أدمية، حيوانات بتحديد سنوريات، ثم أشكال مثل العربة إلى غير ذلك. هذه صورة قمنا بأخذ صور تقريبية منها. بالنسبة للمناطق شبه الصحراوية والصحراوية، هناك يعني ليس هناك أي اختلاف فيما بين النقوش أو المواقع التي توجد بهذه المناطق، فكلها تعالج مواضيع حيوانية لحيوانات كانت تعيش في بيئة رطبة. وهنا سوف نستشف العلاقة ما بين المواقع الأثرية المنتشرة في هذه المناطق التي أصبحت حاليا صحراوية ومنها ما هو شبه صحراوي، العلاقة التي كانت تحكم آنذاك توزيع هذه المواقع مع الماء هي لافورتون، هي الثروة التي كانت تمدها هذه المنابع المائية والأنهار والسيول والمجاري للإنسان الذي كان يتبع وحشه، وأيضا للوحيش الذي كان يعيش على الماء بدرجة كبيرة. واخترنا لكم بعض الحيوانات التي يعني علميا تحتاج لوفرة مياه لكي تضمن استقرارها وعيشها وتأقلمها في هذه البيئات التي طبعا حسب الدارسين المهتمين بالباليوكليما يعني بالمناخ القديم كانت يعني يؤكدون على أن المناخ كان رطبا، المنطقة كان مجال الذي ترونه صحراوي كان مجالا خصبا، كان مجالا يغطيه غطاء نباتي كان وفيرا، وهو الذي أدى بالإنسان إلى العيش ثم الاستئناس بمثل هذه الحيوانات، ليست الجينوة فقط التعايش معها. أيضا بعض الحيوانات الأخرى التي استطاع الإنسان فيما بعد أن يدجنها والمتمثلة في الأبقار، فنلاحظ هنا يعني إنسان أو شكل آدمي يمتطي شكلا بقريا، إذن هنا الاستئناس بلغ أوجه والإنسان استطاع أن يجلب هذا النوع من الوحيش الذي كان في فترة ما كان متوحشا يعني لا يستطيع أن يدجنه، إلى أنه فيما بعد لم يعد يطارده وإنما قام بتدجينه والعيش برفقته. يعني هنا لوحة أخرى من الجنوب المغربي من منطقة الزاق يعني بوابة الصحراء بالمغرب، هنا اللوحة الأصلية وهنا رفوعات هندسية ديغولفي توبوغرافيك ديغولفي الرسوم الهندسية عفوا، حيوانات بقرية مع أسلحة هي عبارة عن تبار لهالبارد، تبار التي كان يستغلها الإنسان إما في مطاردة هذا الوحيش حتى يقوم سوف أسري حتى يقوم بالحصول بصيده أو تدجينه. الظروف المؤثرة في توزيع مواقع الفنون الصخرية، طبعا من أهم الظروف والتي لها علاقة بموضوع المؤتمر هي نقطة المياه بالإضافة إلى الممرات التوبوغرافية ثم المنتجعات الطبيعية. طبعا نقطة المياه نعني بها المنابع المائية والمصادر التي كانت توفر وفرة مائية تسمح بعيش الإنسان والوحيش. هذه خارطة تبين توزيع مواقع الفن الصخري بالمغرب وعلاقتها بالماء، فمن 1 إلى 3 هناك مواقع مرتبطة بمصادر المياه ثم ومياه دائمة ومراعي مرتفعة الأطلس. هنا يعني أحيطكم علما بأن في المغرب هناك نمط مميز يسمى بالمراعي، المراعي المرتفعة توجد في حوالي 2000 متر 3000 متر تقريبا عن سطح البحر. هنا توجد مواقع منتشرة للفنون الصخرية أو بالعودة إلى الأزمنة التي نقشت في هذه المواقع، يقول الباحثون يعتبر الباحثون بأن تلك المواقع لعبت أو تلك المنتجعات لعبت دورا كبيرا في استقرار الإنسان الذي كانت تطرده الظروف المناخية الصعبة وبلغت به إلى أعالي المرتفعة، ثم قام بالعيش رفقة وحيشه في هذه المناطق التي كانت توفر
الموارد الطبيعية بكثرة وبتنوع كبير على على مدار السنة. حاليا يعني تحولت الظروف الطبيعية إلى ظروف موسمية، ثم مواقع مرتبطة بمجاري المياه. حاليا المواقع من 4 إلى 16، يعني جنوب المغرب كله يعني أصبح منطقة صحراوية قاحلة. توجد فقط آثار هذه المجاري، ليست بها مياه ولكن بها مواقع تعبر عن هذا الامتداد وعن هذه العلاقة التي كانت تربط الإنسان بتلك المواقع وبتلك المجاري التي كانت توفر مياه دائمة أحيانا ومياه متقطعة أحيانا أخرى. أيضا هناك ممرات توبوغرافية، دي كولوار توبوغرافيك. الممرات التوبوغرافية هي التي سلكها الإنسان من الجنوب حتى الشمال حتى يستقر به الأمر في المواقع الأطلسية التي ذكرتها قبل قليل وسميتها بالمنتجعات الطبيعية لما توفره من غطاء نباتي للإنسان وللوحش. فتاريخيا تم طرده من خلال، يعني كان يهرب الإنسان من المناطق التي كانت جافة أو تشهد جفافاً يعني على امتداد السنوات، ثم يبحث عن المناطق التي ما زالت تحتفظ بهذه الرطوبة النسبية. وهذا والخريطة تبين لنا يعني تركز الغطاء النباتي في شمال المغرب مقارنة بالجنوب. هذه يعني صور لبعض المراعي التي تحدثت عنها قبل قليل، فهي مراعي توفر غطاء نباتي على امتداد السنة. حاليا كما قلت هي تبقى موسمية، وهذه يعني طرق الانتجاع المنتشرة ببلادنا. مراعي ليقولوا دقيقة لو سمحت. بالنسبة للمراحل الباليو بيئية المؤثرة في انتشار الفن، يعني ما قلته سابقا يجسده هذا السلم الكرونولوجي ابتداء من 1800 قبل الحاضر، يعني رطوبة قصوى كانت، ثم انتقلت اللي كانت فيها بنية سوسيو اقتصادية مرتكزة على الصيد والقنص والقطف وقطف الثمار البرية، ثم فيما بعد مرحلة تدجين البقريات، مرورا بالفترة التي كان فيها أو استطاع فيها الإنسان تدجيل الحيوانات التي كانت متوحشة فأصبحت مستأنسة إلى آخره. بعض النماذج صور بسرعة، هذا موقع اسمه تشوكلت على وادي اسمه تمنارت، فالموقع مليء بالنقوش يطل على مجرى مائي قديم. أقردن تبسيست فهو الموقع يوجد هنا، وهنا أيضا آثار للفنون الصخرية مطلة على رافد من روافد المياه التي تصب في وادي تمنارت. أيضا هناك موقع يدعى تزارين بجبل صغرو، مجال شبه صحراوي، مناطق المواقع، وهنا مرعى واسع به روافد مياه وبه واد يخترقه من الوسط. أيضا موقع طوس على واد زيز، مدافن ونقوش على جانب الواد. هذه هي المدافن المنتشرة بالمنطقة الشرقية للمغرب، وهنا أثار لرافد مائي قديم، ثم في هذه المنطقة توجد نقوش، وتوجد في كل هذا المجال توجد مواقع منتشرة للنقوش. المواضيع المرتبطة بالماء بسرعة، لدينا أسماك، لدينا تماسيح لكنها نادرة جدا. فهذه بعض الصور لبعض الأسماك المعطور عليها المنقوشة والمعطور عليها بالساقية الحمراء بالحدود بين المغرب وموريتانيا. إذن خلاصات، المغرب به عدد هام من مواقع الفن الصخري ذات أهمية علمية وتراثية، به تنوع الموضوعات وامتداد الفترات الزمنية من العصر الحجري الحديث إلى الفترات التاريخية، يعني من النيوليتي حتى الفترات التاريخية. مواقع الفن الصخري بالمغرب ميدان واعد في إعادة بناء الصورة السابقة للمجتمعات وعلاقتها بالموارد الطبيعية وعلى رأسها طبعا الماء. الفن الصخري يمكن أن يكون عنصرا للتنمية المستدامة المحلية لهذه المناطق التي تقتسم خاصية محدودية الموارد المالية في ظل الضغط المتزايد على مواردها الطبيعية من خلال الرعي واكتساح تصحر لمساحات جديدة كل سنة. أشكركم على حسن الانتباه. نشكر الدكتور البوقعة على هذه المحاضرة التي ألقت الضوء على علاقة النقائش الصخرية والرسومات الصخرية بالمياه، وهذه عادة سكان البادية حتى في الأردن وفي مناطق المشرق نجد هذه الظاهرة، ولكننا سنترك النقاش بعد انتهاء المحاضرات. الورقة الثانية للدكتورة رحاب شنبول من السودان بعنوان المياه في الفن الصخري بمنطقة الشلال الثالث في السودان، وعندها من الوقت 12 دقيقة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لك الشكر. الشكر أيضا للقائمين على أمر هذا المؤتمر واهتمامهم بتذليل كافة الصعاب التي واجهتنا في الحضور إليه. موضوع هذه الورقة عن المياه في الفن الصخري في إقليم الشلال الثالث في السودان. تتميز منطقة نهر النيل بالعديد من الشلالات، وهذه الشلالات تزخر بالكثير جدا من النقوش الصخرية، ولا تنتشر في أماكن أخرى غير الشلالات، ولكن الورقة تركز على مواقع الشلالات، وبالتالي هذه الورقة تحدث عن منطقة الشلال الثالث. نتناول مظاهر والدلالات التي أشار فيها الإنسان في فترة ما قبل التاريخ، بالتحديد إلى المياه وما يرتبط بالمياه أو يشير إليها في نقوشه لمختلف الأشكال والصور. والماء هو عصب الحياة، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. المياه مثلت على الدوام ركيزة لقيام الحضارات في كل العالم وازدهارها، حتى ارتبطت عبارة حضارة كذا نشأت على ضفاف نهر كذا أو بحيرة كذا، وأضحت جملة أساسية لافتتاح الحديث حول نشأة أي حضارة كانت. المقصود بالطبع هو المياه العذبة. هذه خريطة توضح موقع الموقع الذي عمل فيه الباحث، هو في منطقة سبو. هذه هي المنطقة، تقع على هذه هي الصخور التي تتوفر فيها النقوش بالقرب من نهر النيل. وإذا لاحظتم الخريطة جيدا، المنطقة عبارة عن كثير جدا من الأودية والخيران التي تنتشر بعيدا عن نهر النيل في الهنترلاند وبعض المرتفعات. هذه المنطقة زاخرة بالنقوش، هنا تقع منطقة سبو، بعدها وبعدها بقليل نجد منطقة جدي وفريق ومسيدة، وهذه هي الأماكن الأساسية والرئيسية لوجود النقوش الصخرية التي نتحدث عنها، وتسمى في الغالب جميعها منطقة سبو، بحيث أطلقت هذه التسمية من هذا الخور أو هذا الوادي الكبير الذي يسمى وادي سبو. نأخذ أهم المعالم لوجود الاهتمام الإنسان العصر الحجري أو العصور القديمة بالمياه، وهي النقوش في سبو. نقوش المراكب: النقوش الصخرية تمثل مراكب تعد من النقوش الطاغية في تلال سبو. يبلغ عدد النقوش المكتملة التي تصور مراكب نيلية حوالي 40 نقش، هي التي تمكن الباحث من عدها وتثبيتها في استمارة التسجيل المخصصة، وكذلك قام الباحث بتسجيل دقيق لإحداثيات كل نقش بواسطة جهاز تحديد المواقع GPS. وهذه النقوش باختلافها تعكس أشكال المراكب وأساليب صناعتها وتطورها عبر الفترات المختلفة. هناك بعض النقوش الهامة التي ظهرت في الصورة الماضية، وهي تحمل حوالي 17 رسم لنقوش مختلفة مثلت عدة فترات. بعدها ظهرت نقوش أخرى بالقرب منها في تلة مجاورة في نفس التلال، وهذا النقش فيه نقش آخر لمركب كبير الحجم احتل أغلب التلة والتلة المجاورة لها، حيث بلغ حجمه حوالي 40 سنتيمتر، وهو يقع في منطقة 1955 نورث و 3232 إيست بارتفاع 223 متر. هناك أيضا النقش الذي تتعدد فيه المجاديف ويفرد فيه الشرع بصورة واضحة، وله عدة أمثلة في منطقة سبو. هناك بعض النقوش التي ارتبطت بالأشخاص، وفي هذه النقوش بدأ يظهر نقش المركب وعليه شخص، أحيانا مجداف واحد وأحيانا مجدافين، ونجد الأشخاص تم نقشهم بالقرب من المراكب. أيضا هناك بعض المراكب التي بدأت تظهر فيها الشكل الشراع المفرد والشراع الدائري، وأيضا المركب في هذه الحالة اعتمد على الشكل الدائري أو المربع. هناك بعض النقوش التي استفاد الفنان أو الناقش من طبيعة الصخر، فجعل من الفراغات الطبيعية الموجودة التي أوجدتها الظروف الطبيعية للصخر للتعرية، جعل منها أشرعة. كذلك استمرت وجود مراكب متزامنة من المركب الدائري ومعهم مركب الزورق
طويل البدن الذي ينتهي بحافة معقوفة. بشكل عام يمكن نتحدث عن أشكال المراكب في سبو أنها تأخذ عدة أشكال وأغلبها شكل الدائري الذي يمثل بدن المركب ورسم أو نغش بتغنية الخط الواحد الذي ينفذه الرسام بحفر غائر ليظهر كافة التفاصيل في نهاية الرسم. هنالك تعدد في أشكال المجاديف المعقوفة والمربع أو الدائرية النهايات. أيضا تعددت أشكال الكابينات من كابينة واحدة واثنين وكابينة في نهاية المركب أو في وسط هذه المراكب. في مجموعة نغوش أخرى صار حجم الكابينة أكبر من السابق. هنا نلاحظ أنه تغيرت تغنية الرسم، بدل الخط الغائر تم الرسم بالتفريغ الكامل أو ظهور الأشخاص الذين اتخذوا وضعيات مختلفة داخل المركب. وأهم الصور هو شكل لشخص يرفع يديه عاليا في السماء. في هذا النقش كانت نهاية المركب على شكل بعض الحيوانات، والغريب أنها ليست حيوانات مائية، حيث انتهى رأس المركب برأس ثعبان. بعض المراكب انتهت بنهايات إلى الخارج وبعضها نهاياتها كانت إلى الداخل. هناك نقوش متفردة بعيدة عن مجمعات النقوش، دائما نجد تجمعات النقوش إلى الداخل، أما النقوش المراكب فهي قليلة نحو نهر النيل. وكان هذا الشيء ملاحظة فريدة، أنه المفترض أنه دائما نقش المراكب يكون بالقرب من النيل، لكن حدث العكس، الصخور البعيدة عن النيل هي احتلت فيها نقوش المراكب الجانب الأكبر، أما النقوش التي على النيل فكانت بسيطة لكنها كانت مميزة وتميزت بالكثير جدا من المجاديف في اللوحة الواحدة. من الناحية التاريخية، بعض أنحاء العالم عرفت النقوش الصخرية للمراكب والمشابهة لنقوش سبو. أهم المقارنات التي نستطيع أن نجريها هي ما بين الشكل المربع المائل المستطيل، وظهر في حضارات ما بين النهرين، كذلك الصحراء الليبية بين الواحد الداخل والخارجة، ربما في هذا تشابه مع وصول دينة المجموعة A، هذه المجموعة في السودان تعرف بحضارة السودانية المجموعة A، وهي مجموعة عاصرت العصر الحجري الحديث. وكانت هذه الرسومات امتدت بعيدا نحو جنوب النوبة حتى بمسافات أكثر من المواقع التي تمت وجودها تم ظهور استيطان فيها. أيضا مجموعة A تنتشر مغابرها وبعض أثارها داخل موقع سبو في أوسط تلال المحيطة بسو في الصحراء الشرقية في شرق نفادا. أيضا صورة الأشخاص الذين يرفعون أيديهم تم تفسيرها على أنها تمثل أسطورة عبور الإله رع الذي يجد في السماء. أيضا هناك تصوير لبعض الحيوانات مثل نقوش الأسماك، هذه بعض النماذج في سبو ظهرت على تلالها العديد جدا من الأسماك، اخترنا لكم هذه الأشكال لتوضح أسماك نيلية يسمى في السودان أسماك البولتي وأسماك. هناك أيضا ظهور لكثير من الحيوانات التي تسمى الحيوانات المحبة للمياه، وهي حيوانات تقضي أغلب وقتها داخل المياه مثل نقوش حيوانات مثل الضفدع. أيضا في منطقة سبو هناك الكثير جدا من النقوش للأفيال، وهي أيضا من الحيوانات التي تعيش بالقرب من مصادر المياه الدائمة أو مصادر المياه والطبيعة الجيدة، وربما تعيش الآن في أماكن جنوب السودان أو جنوب غرب السودان في مناطق محمية الدندرة الطبيعية، لكنها كانت تعيش في تلك المنطقة التي أصبحت الآن قاحلة جدا ولا تستطيع هذه الحياة التواجد فيها. هنا رسم لحيوان هو فرس النهر، والذي يدعى حاليا بحيوان الجرينتية، وهي من الحيوانات المعروفة بين أيضا حيوان بري ضخم محب للمياه أو يعيش بالقرب من المياه. هذا النقش في ميسيدا في منطقة تبعد قليلا عن النيل بحوالي 500 متر سوري، وهذا النقش معروف لدى المهتمين في منطقة شمال السودان، يميز المنطقة لأنه يوجد على ارتفاع عالي جدا ويبدو للمسافر أو للمار بالطريق يراه من امتداد بعيد جدا. هناك بعض الحيوانات الأخرى الصغيرة مثل هذا الحيوان الذي يدعى عقرب الماء حاليا. أيضا هناك بعض الاهتمام بأشياء أخرى مرتبطة بالمياه مثل حوض المياه في سبو،
هذا الحوض يوجد في منطقة الأودي التي تحدثت عنها سابقا، وهذا الوادي يسمى وادي اسمكول، وهو هذه التسمية هي باللغة المحلية يمكن تفسيرها بأنها المكان صاحب الماء الكثير أو اسمكول، يعرفها أهل اللغات اللغة الدنغولاوية. هذه الحوض انتشرت على أطرافه جميعها الكثير جدا من نغوش الحيوانات، وأهمها نغش لقافلة طويلة من الإبل، ومنطقة سو تسخر برسومات كثيرة جدا للإبل، إن كانت قد اختلفت تقنيتها عن رسومات الأفيال أو الأسماك، لكنها احتلت مساحات كبيرة أيضا في الفترة الأخيرة. لكم خالص الشكر على حسن استماعكم. التغير المناخي أو المناخي في الصحراء الوسطى في الألفية الأولى قبل الميلاد وآثارها في مشاهد الرسوم الصخرية في التاسيلي جنوبي الجزائر، فليتفضل مشكورا. شكرا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أقدم الشكر لهيئة أدوماتو على هذا الإنجاز الذي قامت به، وهذا المؤتمر الذي دعتني إليه، والذي وافقت على أو قبلت مشاركتي فيه بورقة بعنوان التغير المناخي في الصحراء الوسطى في الألفية الأولى قبل الميلاد وآثارها في مشاهد الرسوم الصخرية في التاسيلي جنوب الجزائر. إذن هذه الورقة تتحدث عن الفترة الرعوية الأخيرة أو المرحلة الرعوية الأخيرة قبل أن تنتهي الصحراء. قبل أن تنتهي الصحراء إلى شكلها الحالي، فمنذ حوالي 2500 قبل الميلاد بدأت وتيرة الجفاف في التزايد باستمرار في المنطقة حتى كادت تنتهي الصحراء إلى هذا الشكل الذي نعرفه اليوم. لكن منذ حوالي 1500 قبل الميلاد حصلت الصحراء على نوع من الفترة الرطبة القصيرة المدى وقليلة الشدة. هذه الفترة أو هذه المرحلة سمحت بوجود ظروف كافية لازدهار حضارة الرعاة بشكل غير مسبوق. فهذه الفترة عند دراستنا للفن الصخري بشكل عام نلاحظ بأن هذه الفترة هي أكثر الفترات ازدهاراً. في هذه الصورة نلاحظ صورة عن وادي جارات اليوم في التاسيلي حيث يبدو متسحراً بالكامل، وذكرنا هنا جزءاً من تعريفي في منطقة التاسيلي وهي تقع في الجنوب الشرقي للجزائر. هنا أمامنا مجموعة من الصور التي أخذناها من التاسيلي والتي تظهر فيها الأشكال التضاريسية التي ظهرت بفعل ظاهرة الحت، ومعروف أن هذه الصخور الموجودة في التاسيلي هي من نوع الحجر الرملي الذي يسمح بتشكيل الرسوم عليه. وهنا أمامنا في الصورة ملجأين يعتبر من أشهر الملاجئ في المنطقة، ملجأ صفار على اليمين وملجأ جبارين على اليسار، وهذه المناطق عبارة عن مناطق جبلية ذكرها الباحثون باسم غابات الصخور، أي أنها عبارة عن صخور متناثرة أو متجمعة في مناطق متسحرة بالكامل. إذن وهذه الملاجئ الصخرية تأوي رسوماً صخرية كانت في غالبها مكرسة في شكل طقوس تعبدية. هذه الصورة أمامنا لملجأ يدعى ملجأ إهرن، يبدو لنا من بعيد عبارة عن صخور، ولكن في الداخل نجد في الصورة على اليمين الأماكن التي تتواجد فيها الرسوم. والملاحظ هنا بأن المناطق التي تتواجد فيها الرسوم تختلف عن المناطق التي تتواجد فيها النقوش، حيث أن النقوش قد تتواجد في منطقة مجاورة وهي منطقة الهجار. في هذه المنطقة الصخور مختلفة عن صخور التاسيلي، فهي صخور بركانية فهي لا تسمح بتنفيذ الرسوم. أما المجموعات التي نفذت الرسوم فهي قد تكون هي نفسها المجموعات التي نفذت الرسوم، ولكن ربما طبيعة المنطقة حتمت وجود النقوش في منطقة الهجار بينما وجدت الرسوم في منطقة التاسيلي. من أشهر الملاجئ التي سوف نتحدث عنه هو ملجأ إهرن، وهذا الملجأ هو موجود في التاسيلي. أمامنا نبذة عن السجل المناخي
في التصلي. طبعا بداية الجفاف كان مع نهاية عصر البلايستوسين، لما انتهى عصر البلايستوسين انتهى بعصر من الحرارة الشديدة، انتهت فيه الحضارة العاترية التي عمرت الصحراء منذ حوالي 40,000 سنة إلى غاية 20,000 سنة قبل الميلاد. ومع بداية الهولوسان تحصلت الصحراء على كمية كبيرة من الأمطار ضمن ما يعرف باسم المرحلة الرطبة الكبرى للهولوسين، ثم تلتها فترات جفاف أو تخللتها فترات جفاف بين 7500 و 6500 وتلت ذلك فترات أخرى، ثم عاودت الرطوبة مرة أخرى وتوالت فترات الرطوبة والجفاف من فترة من بين فترة وأخرى، وكل فترة تنتهي بها الفترة الرعوية التي سبقتها، فنقول المرحلة الرعوية القديمة والوسطى والحديثة. ونحن نتحدث في هذه الورقة عن الفترة الحديثة. هنا نماذج عن البيئة في الفترة الرطبة الكبرى، حيث نلاحظ أن الصحراء مساحتها قليلة مقارنة مع المساحة الحالية، بينما المساحة أو معظم المساحة نجدها في مناطق غابية أو مناطق استبس، بينما البيئة التي نتحدث عنها وهي بيئة في حوالي 1000 قبل الميلاد، فنلاحظ أن الصحراء بدأت تتوسع شيئا فشيئا، ولكن وجود اللون الأخضر هنا يدل على أن المنطقة لا تزال تسمح بوجود نوع من الحياة الذي يسمح ربما بوجود بعض الحيوانات من حيوانات الصافانا. هذه الصورة توضح لنا البيئة حاليا، حيث نلاحظ أن الصحراء توسعت بشكل كبير حتى غطت جزءا من منطقة الساحل الإفريقي. هنا في هذه الصورة في الأسفل صورة حقيقية لرسوم صخرية تمثل لنا البيئة التي كانت متواجدة في منطقة إهرن، وهذه المنطقة هي التي تتواجد في هذه الرسوم، حيث تبين لنا هذه الصورة وجود الزرافات والنعامات وكل الحيوانات التي تعيش في الاستبس، في حين أن الصور في الأعلى خاصة على اليسار توضح لنا الصورة حاليا. في هذه الصورة نحدد أهم المواقع التي تتواجد فيها الرسوم في منطقة التصلي هنا وفي منطقة الهوغار حيث توجد أغلب النقوش. إذن بعد أن قمنا بتعريف المنطقة، فالمنطقة منطقة التصلي تتميز بظروف معينة إضافة إلى المناخ القديم والخصائص التضاريسية التي تتميز بها وكثرة الأودية التي كانت تجري طوال السنة، وهذه الأودية كانت تعتبر في ذلك الزمن بمثابة أنهار، فكان الرعاة يسيرون بمحاذاتها. لكن في الفترة الأخيرة حدث جفاف، هذا الجفاف أدى إلى تحركات سكانية كبيرة في المنطقة، فمجموعات الزنوج التي كانت تشكل الأغلبية في السابق هاجرت إلى الجنوب وإلى الغرب، في حين قدمت مجموعات من الشمال إلى المنطقة. وسبب قدوم هذه المجموعات من الشمال يعود إلى سببين. السبب الأول هو أن مناطق الأطلس الصحراوي الأطلس التلي الموجودة في الشمال قد تناقصت فيها نسبة الغابات، وبالتالي سمح الأمر للمجموعات البيضاء التي كانت تسكن في الشمال بالقدوم إلى الجنوب. أما السبب الثاني فهو ضغط الدولة الحديثة المصرية في الأسرة 19، خاصة عندما كانت تشن حربا على القبائل الليبية التي اضطرت إلى الهجرة من هذه المنطقة باتجاه التصلي ناجر. هذه الخريطة تمثل لنا أهم التحركات السكانية التي حدثت في المنطقة طيلة تلك الفترة بين الزنوج والبيض في كامل الفترات التي حدثت فيها هذه الهجرات. ما هي أهم المجموعات التي يمكن أن نحددها من خلال الرسوم الصخرية؟ إذن هناك بعض المواقع التي تعتبر مواقع معلمية يمكن تحديد عن طريقها هذه المجموعات السكانية. فالمجموعات الأولى هي موجود معظمها في مواقع قريبة من إهرن، من ملجأ يدعى إهرن، فسميناها مجموعات إهرن، وهي ذات بنية رقيقة من جنس البحر المتوسط، يتميز أفرادها بأنف ووجه بارزين وشفاه سميكة. المجموعة الثانية هي مجموعات تدعى وان أميل، وهي مجموعة كانت متواجدة في الجهة الشرقية من التصلي، يختلفون قليلا عن مجموعات إهرن لكنهم ينتمون في معظمهم إلى المجموعات البيضاء، تكثر لديهم الطقوس الدينية والسحرية في معظم رسومهم. هناك مجموعات أخرى تدعى مجموعة تين أنوين، وهي مجموعات متأخرة زمنيا
لوجود الحصان بين هذه المجموعات في رسومهم. كذلك مجموعات تي سالاتين أيضا هي مجموعات غريبة نوعا ما، ذات قامة قصيرة ومظهر غريب، تكثر لديهم المشاهد السحرية أيضا والصور التي تتضمن الأقنعة. آخر المجموعات التي حددناها هي مجموعة تي لالان، وهي معظمها من الزنوج، عاشت في هذه المنطقة في تلك الفترة، وهي من بقايا المجموعات القديمة التي عاشت في هذه الفترة. هذه الصور مأخوذة من الملاجئ الصخرية في الطاسيلي، نحدد فيها معظم المجموعات التي كانت تعيش في المنطقة، سواء كانت من البيض أو من الزنوج. بعض هذه المجموعات كانت تتميز بأنها كانت تضع وشما يغطي كامل الجسد، والبعض الآخر كان يضع أقنعة أو له تسريحات شعر غريبة نوعا ما، وتسريحة الشعر في ذلك الوقت إنما تدل على القبيلة والانتماء الثقافي. إذن هناك مجموعات كبيرة، نواصل هذا الأمر لأن الوقت لا يكفي. إذن هذه الصور أيضا تمثل لنا مقارنة ما بين الصور الموجودة في الجدران المصرية في المعابد المصرية، وكذلك الصور الموجودة في النقود التي تعود إلى مملكة نوميديا التي كانت في القرن الثالث قبل الميلاد، وهناك صور موجودة في الفن الصخري. نلاحظ التشابه الكبير الموجود ما بين هذه المناطق، ما يدل على أن كل الفئات كانت من أصل من جنس أبيض. إذن هذا عن السكان وعن التعريب بالبشر الذين عاشوا في تلك الفترة. ماذا عن تفاعلهم مع الجفاف الذي حدث؟ إذن بسبب الجفاف وبسبب قلة الأمطار كان هؤلاء يقومون بطقوس عديدة، هذه الطقوس كانت في معظمها من أجل استدرار الأمطار. لكن في ذلك الوقت لاحظنا وجود تقديس كبير للأبقار أكبر مما كان فيما سبق، وهذا يعود إلى الجفاف أيضا. كذلك وجدنا قبور مكرسة بأكملها للأبقار، وهو ما يدل على أن هؤلاء الناس كانوا يشعرون بنقص الأمطار. معظم هذه الطقوس أو معظم هذه الطقوس كانت عبارة عن طقوس رقص تقوم بها النساء، سواء في عدة مشاهد وجدناها في جبارين في صفار، وكذلك في الهجار في موقع يدعى موقع مرتوتك. هذه الصور التي ذكرناها عن طقوس استقبال الربيع واستدرار الأمطار في مناطق مختلفة من التصيلي. نلاحظ كيف يقوم هؤلاء برفع أيديهم بهذا الشكل، ما يدل على أنهم كانوا يقصدون المطر. كذلك مختلف الأشكال الواضحة هنا التي توضح لنا طقوس استدرار الأمطار. إلى جانب هذا يوجد أيضا عبادة الأبقار الذي ذكرنا بأنها كانت منتشرة بكثرة، ووجدنا بأن بعض الرسوم كانت جميلة جدا بشكل لا يمكننا أن يعني بشكل مبهر، يعني يجعل الباحثين يقولون كيف تمكن هذا الرجل الذي كان يعيش في حوالي 2000 قبل الميلاد أو 1000 قبل الميلاد من رسم هذه الرسوم الجميلة بهذا الشكل. إذن هذا الرسم هو هدفه تعبدي أكثر منه هو هدف جمالي، فلم يكن الإنسان في ذلك الوقت يرسم بغرض الفن، بل كان هدف منه التعبد. هنا في الصورة الموالية نلاحظ أن عبادة الثيران قد تتخذ أشكالا مختلفة هنا. ففي الصورة ألف التي هي عبارة عن تجسيد لصورة حقيقية، نلاحظ بأن الثور أصبح إلها للحرب، حيث نلاحظ بأن هؤلاء المقاتلين يتقاتلون فيما بينهم، في حين هناك الرجل الذي موجود في الجهة اليسرى وهو الذي يركب الثور قد يكون هو قائد هذه المجموعة. إذن الأمر يتعلق بحرب، والثور أصبح إله الحرب. في الناحية الثانية أو في الجهة اليسرى توجد ظاهرة نجدها في عدة مواقع، وهي لمس الأبقار وحتى القفز فوقها، وهو دليل على عبادة الأبقار، وهذا الأمر نجده في كثير من المشاهد. طيب نظرا لذق نلاحظ ظاهرة لمس الأبقار والقفز فوقها، كذلك هذه لدينا صور توضح لنا تفاعل الناس مع الجفاف من خلال التنقل بحثا عن الكلاء. كذلك كثرة مشاهد الصراعات والحروب التي ربما لا يتسع الوقت لشرحها، هذه صورة لهذه الحروب التي كانت موجودة. القبيلة هنا نجدها في التصيلي ونجدها أيضا في الهجار، فهي خلدت ذكرى رحيلها من التصيلي في الهجار، حيث نجد صورتها في منطقة التصيلي ثم في الهجار. في الصورة الموالية هناك صور تميل لنا صراعات وحروب حول المراعي بسبب المراعي. كذلك بسبب الجفاف ظهرت تنظيمات سياسية، وهذه التنظيمات ربما كانت لها علاقة مع مصر الفرعونية في عهد الدولة الحديثة، عندما قام رمسيس الثاني بمحاربة قائد ليبي يدعى مري بن أدد. في صورة موالية نلاحظ محاكمة في تين في منطقة تين إتنان بالتصيلي.
ثم دقيقة لو سمحت. ثم لدينا أيضا أن المرأة أصبح لها مكانة كبيرة، ظهور بعض أشكال السيادة الريشة تدل على أن المرأة هذه كانت سيدة في حين الأخرى كانت خادمة. هنا احتفال بمولود، وهذا يدل على أن المرأة كان لها دور كبير. في الصورة الأخرى هناك اهتمام بالشعر، هنا أيضا صور للتنقل بالأبقار والاحتفال بالمرأة. آخر شيء ممكن أصل إليه، وهي صور كثيرة جدا ولا يمكننا ولا يتحدد لنا لا يتسنى لنا الوقت، هذه الصورة الأخيرة وهي تبين لنا كيف قام هذا الرجل بالتعبير عن الحالة التي وصلت إليها الصحراء، حيث لم يبقى له من غنمه إلا خروفا واحد، وهذا يدل على أن الصحراء قد وصلت إلى درجة كبيرة من التصحر، وبالتالي انتهت هذه الحضارة التي كانت متواجدة في المنطقة. معذرة على الإطالة وشكرا لكم.